فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أبيض؟ يروى هذا، يروى أنه نزل من الجنة وكان أبيض من الثلج وسودته خطايا بني آدم، الله أعلم. المهم أنه شعيرة من شعائر الله، نفعل عنده ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن هذا منين الحجر. بعضهم يقول أنه من النيازك، أنه نازل من النيازك اللي تنزل، هذا قول بلا علم ولا دليل. نعم.